السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة. وزير النفط: صادراتنا لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر ومعظمها تذهب لآسيا. تحذيرات أمنية من استغلال الصراع الأمريكي مع الفصائل. الأحد المقبل الإطار يلتئم باجتماع لحسم ملف انتخاب رئيس البرلمان بمرشح وحيد. السوداني: انتهى مهمة التحالف الدولي ضرورة لاستقرار العراق. الأعلام الأمني تنشر تفاصيل قتل والد جزيرة وإبادة مفرزة إرهابية في الأنبار. العين الثالثة: تدخل حيز العمل في ديال لتحقيق 4 أهداف مباشرة. الصحة العالمية تخاطب الدول: استعدوا لوباء أكس. أول رد إيراني على قيام واشنطن بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. السجن 20 عاما وغرامة 16 مليار دولار لوزير المالية القطري السابق. أردوغان: الخطوط التركية ساهمت ب 56 مليار دولار في اقتصادنا. فيدان يبحث مع نظيريه الباكستاني والإيراني آخر تطورات المنطقة. الأردن: نبلور مع تركيا موقفا دوليا ينهي الحرب على غزة. الرئيس الباكستاني: نحن وإيران أشقاء وينبغي حل المشكلات بالحوار. أنقرة: قلقون من التصعيد بين إيران وجارتيها العراق وباكستان. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024 إن صادرات العراق النفطية لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر. وقال عبد الغني في ندوة حوارية خلال منتدى دافوس إن صادراتنا من النفط لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر، وعلل السبب كون معظمها يذهب لآسيا. وتتفاقم الأزمة في البحر الأحمر تدريجيا، خاصة بعد العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية خلال اليومين الماضيين ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن. فيما يقول الخبراء الاقتصاديون إن الاضطرابات في البحر أخذت في التصاعد، وإنها تشكل تهديدا جديدا على سلاسل التوريد والإمدادات العالمية التي تعاني أصلا من حالة عدم استقرار منذ أزمة وباء كورونا والإغلاقات في مختلف أنحاء العالم. الصراع الأمريكي مع الفصائل المسلحة يحتدم على الأراضي العراقية، في حين ترتفع الأصوات محذرة من استغلال داعش للأوضاع الحالية لتنفيذ هجمات إرهابية في محافظة صلاح الدين والأنبار ونينوى وكركوك. وشهدت الآونة الأخيرة مناوشات بين الجانبين الأمريكي والفصائل المسلحة على خلفية إعلان المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدتي حرير في أربيل وعين الأسد بالأنبار بصواريخ وطائرات مسيرة، كرد على دعم واشنطن للكيان الصهيوني في حربه ضد أهالي غزة. أفاد مصدر مطلع اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024 بأن قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا يوم الأحد المقبل لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب. وقال المصدر إن قادة الإطار التنسيقي سيعقدون يوم الأحد المقبل اجتماعا مهما من أجل حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ومحاولة توحيد مواقف قوى الإطار تجاه مرشح واحد. ونافس أعضاء الإطار التنسيقي الذي يشكل بالفعل أكبر تكتل منفرد في البرلمان ضمن 3 قوائم رئيسية، لكنهم قالوا أنهم سيحكمون معا بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18 ديسمبر كانون الأول، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 سنوات. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024 إن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ضرورة لاستقرار البلد. وقال السوداني في كلمة له خلال الجلسة الحوارية في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا إن جاهزية القوات المسلحة عامل استقرار الوضع في العراق. من أجل ذلك بدأنا بتنفيذ التزام للحكومة بترتيب حوار انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد. وأضاف بعد الاعتداءات التي تحصل على المقرات العراقية
فنحن سندخل بحوار ترتيب جدول لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، مؤكدا ان هذا الامر مطلب شعبي رسمي وجادون به. واشار الى ان انتهاء مهام التحالف الدولي ضرورة لاستمرار العلاقات الطيبة بين العراق ودول التحالف، لافتا الى انه نكن التقدير والاحترام للموقف الدولي ووقوفه معنا ضد داعش. كشفت خلية الاعلام الامنية اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024 تفاصيل قتل والي الجزيرة وإبادة مفرزة إرهابية في محافظة الأنبار. وقالت الخلية في بيان إنه باقتدار الرجال وعزيمة الأبناء البررة للعراق وشعبه واستمراراً لعمليات حماية التراب الغالي، تمكن الأبطال من قيادات عمليات الجزيرة الفرقة السابعة والحشد العشائري وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش من قتل 4 إرهابيين على رأسهم ما يسمى والي الجزيرة، والقضاء على كامل أفراد المفرزة الإرهابية أثناء الاشتباك معهم في الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وغرب نينوى في جسر البكة. وأضاف البيان في هذه العملية البطولية ارتقى شهيد من الحشد العشائري دفاعا عن ترابه وتنفيذا للواجب الوطني المقدس. أعلنت قيادة الشرطة الديالة اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024 دخول قسم المسيرات حيز العمل الأمني بشكل رسمي في المحافظة. وقال الناطق باسم شرطة ديالة العقيد هيثم الشمري إن شرطة ديالة استحدثت بشكل رسمي قسم المسيرات ضمن هيكلة القيادة لأول مرة ضمن إجراءات الانفتاح على الأطر الحديثة في التعامل مع الأحداث والجرائم، وفق آليات تضمن تحقيق مدى أكبر في الرصد والتعقب والتوجيه. وأضاف أنه تم تجهيز القيادة في أول مسيرة حديثة يمكنها رصد الأهداف ليلا وبدقة متناهية وبإدارة كادر متمرس، مؤكدا أن المسيرات تمثل العين الثالثة في المنظور الأمني من خلال تحقيق 4 إرهاب مباشرة، أبرزها دقة الرصد الليلي وأعطاء معلومات مهمة عن أي أنشطة مشبوهة، بالإضافة إلى إمكانية أن تكون عاملا مؤثرا في معالجة الأهداف عن بعد وتوجيه المفارز الأمنية. دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024 الدول إلى الاستعداد لمواجهة وباء أكس، معربا عن تفاؤل بتوصل بلدان العالم إلى اتفاق حول الوباء حتى مايو المقبل. وفي حديث في حلقة نقاش بعنوان الاستعداد لمرض أكس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال تيدروس إن اتفاقية الوباء قادرة على دمج كل التجارب والتحديات والحلول التي واجهناها في واحدة، وسلط الضوء على مصطلح المرض أكس الذي يشير إلى مرض غير معروف تم وصفه لأول مرة في عام 2018 مؤكدا على حتمية الأحداث غير المتوقع. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024 إن قرار واشنطن بإعادة تصنيف جماعة حركة أنصار الله في اليمن الحوثيين منظمة إرهابية يظهر أن واشنطن لا تريد إصلاح سياستها الخاطئة. وقال كنعاني في بيان إن الولايات المتحدة الأمريكية تفتقر إلى الأخلاق والقانون لكي تصدر أحكاما بشأن الآخرين، مبينا أن وصف أمريكا لأنصار الله بالإرهابيين يظهر عدم استعدادها لتصحيح سياساتها الخاطئة وأنها لا تزال جزءا من مشاكل المنطقة. وأوضح كنعاني إذا كانت أمريكا صادقة في قلقها بشأن البحر الأحمر فعليها التوقف عن دعم جرائم الإبادة التي يرتكبها الصهاينة في غزة. أصدرت محكمة جنائية في قطر اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024 حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5 مليار دولار وفقا لوثيقة تلخص الحكم أطلعت عليها رويرتاز. وأظهرت الوثيقة أن المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري 16 مليار دولار عبارة عن 40 مليار ريال، أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بغسلها، وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال. وفقا للوثيقة أدان القضاء أيضا الشيخ نواب بن جاسم بن جبر آل ثاني وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق بإساءة استخدام الأموال العامة، وحكموا عليه بالسجن لمدة 6 سنوات
وغرامة قدرها 825 مليون ريال. ويمكن للعمادي والشيخ نواف الذين خضع للمحاكمة مع 14 آخرين استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 يناير، ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجلان قد قدم التماسات للرد على التهامات أثناء المحاكمة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن شركة الخطوط الجوية التركية ساهمت ب 56 مليار دولار في اقتصاد بلاده خلال 2023. جاء ذلك في رسالة مرئية أرسلها إلى قمة إدارة الخطوط الجوية التركية. وأشار أردوغان إلى أن العلامة التجارية للخطوط الجوية الأعلى قيمة في تركيا، وأضاف وفقاً لأرقام 2023 ساهمت الشركة بمبلغ 56 مليار دولار في اقتصاد بلادنا، وعززت ريادتها في هذا المجال بتصديرها خدمات بقيمة 16 مليار دولار تقريباً. واعتبر أردوغان أن طلب الشركة شراء 350 طائرة نهاية العام الماضي يعكس رؤيتها الهادفة للمستقبل. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيريه الباكستاني جليل عباس جيلاني والإيراني حسين أمير عبد اللهيان التطورات في المنطقة. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما فيدان مع جيلاني وعبد اللهيان الخميس، بحسب معلومات حصلت عليها ناضول من مصادر دبلوماسية. ودعا فيدان الجانبين إلى ضبط النفس مشددا على وجوب عدم نشوب مشكلات جديدة في المنطقة. وفي المقابل أكد جيلاني وعبد اللهيان أنهما لا يريدان تصعيد التوتر. إشار إلى أن باكستان أعلن الصباح الخميس تنفيذ ضربات عسكرية دقيقة ضد مخابئ إرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. من جهتها أعلنت محافظة سيستان وبلوشستان مقتل 9 أشخاص في الهجوم الصاروخي الذي نفذته باكستان على قرية في المنطقة الحدودية. أكد الأردن الخميس العمل مع تركيا على بلورة موقف دولي ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، معتبرا أن العدوان على القطاع الفلسطيني يدفع بالضفة الغربية نحو الانفجار. جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان بالعاصمة عمان وفق مراسل الأناضول. وقال الصفدي هناك وحدة في الموقف الأردني التركي في وقف العدوان على غزة، وإسرائيل ترفض الانخراط في أي جهد لوقفه. وتابع العدوان على غزة يدفع المنطقة للمزيد من الصراعات وإجراءات الاحتلال، إسرائيل تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. وأضاف توافق تام مع تركيا على الأوليات ونريد سلاما ونعمل على بلورة موقف دولي يوقف العدوان على غزة. وأشار الصفدي إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى آتون مزيد من الحرب والصراعات. قال الرئيس الباكستاني عارف علوي الخميس إن بلاده وإيران دولتان شقيقتان ويجب حل المشكلات بينهما عبر الحوار والتشاور المتبادل. جاء ذلك في بيان صادر عن علوي تطرق فيه إلى تنفيذ بلاده ضربات عسكرية ضد مخابئ إرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وأكد أن بلاده لن تتنازل عن أمنها الوطني وسلامة أراضيها، مشيدا بهجوم الجيش الباكستاني على مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. وأضاف أن باكستان وإيران دولتان شقيقتان ويجب حل القضايا الخلافية من خلال الحوار والتشاور المتبادل. ولفت علوي أن بلادي ستتخذ كافة الإجراءات للدفاع عن أراضيها، وبيّن أن الإرهاب يشكل تحديا مشتركا وأن القضاء عليه يتطلب بذل جهود عالمية. أعربت الخارجية التركية الخميس عن قلقها إزاء التطورات المتصاعدة مع الهجمات الإيرانية على الأراضي العراقية والباكستانية. جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية في ضوء المستجدات في المنطقة. وأضاف بيان الخارجية نشعر بالقلق أزاء التطورات التي بدأت بهجمات إيرانية على أهداف معينة في العراق، ثم توسعت بهجمات إيرانية على أهداف داخل باكستان صباح أمس الأربعاء، وتصاعدت هذا الصباح بهجمات باكستانية على أهداف داخل إيران. وأعرب عن اعتقادي بضرورة حل المشاكل من خلال مفهوم الصداقة والأخوة القائم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدان وسلامتها الإقليمية في إطار المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بصفة خاصة. كما عرب عن عملي في حل جميع القضايا من خلال الحوار والتعاون دون مزيد من تهديد الأمن والاستقرار الأقليميين.
ودعا إيران والعراق وباكستان إلى ضبط النفس، مؤكداً استعداد تركيا لتقديم خبراتها لدول المنطقة فيما يتعلق بالحل السلمي للنزاعات والمساهمة في ذلك.